الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فمعنى المعضل من أقسام الحديث الضعيف المعضل. وعندما تذكر العرب داء العضال فهو مرض ويسبب الإعياء، ولكن هنا اصطلاحا قال ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، وحقيقة لا يشترط أن يكون على التوالي، فالعبرة السقوط من الإسناد. فإذا سقط واحد وبعد ذلك حصل اتصال ثم سقط آخر فهذا يسمى معضل، ولكن في أكثر صوره يكون على التوالي، في أكثر صوره يكون على التوالي. وهذا من أقسام الحديث الضعيف. وإذا قارنا هذا النوع مع المرسل لوجدنا أنه أشد ضعفا أم نفس مستوى المرسل؟ الجواب أنه أشد ضعفا، لأن المرسل ما سقط من بعد التابع، وقد يكون واحد، لكن هنا في المعضل تأكدنا أنه سقط أكثر من واحد، لذا قد يلتقي مع المرسل من جهة أنه سقط من بعد التابع أكثر من راوي. إذا تأكدنا أنه سقط من بعد التابع أكثر من راوي فيقال هذا اجتمع فيه أمران: واحد، أنه مرسل، اثنين، أنه معضل. والأمر الآخر أنه قد يجتمع مع المعلق، فالمعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر. فإذا كان الانقطاع من البداية وأكثر من راوي فيقال هذا معلق ومعضل، وإذا كان الانقطاع في النهاية أكثر من راوي من بعد التابعي فيقال هذا معضل ومرسل. أما إذا كان الانقطاع أثناء الإسناد، إذا كان الانقطاع أثناء الإسناد فهذا لا يكون معلق ولا يكون مرسلا، وإنما نطلق عليه فقط معضل. وبالتالي الإعضال نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع الحديث الضعيف، لأنه سقط في الإسناد من أكثر من راوي. بينما إذا كان هناك سقط لراو واحد فيقال هذا إيش؟ منقطع. إذا كان السقط فقط لراو واحد في الإسناد فيقال هذا إسناد منقطع، ومنقطع ينطبق واحد على المعلق، فما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر فهذا يسمى إيش؟ معلق، لكن في نفس الوقت هو منقطع. وما حذف من إسناده من بعد التابعي فيقال هذا مرسل، وفي نفس الوقت هو منقطع. وإذا كان أثناء الإسناد راو واحد فيقال هذا منقطع، لكن إذا كان أكثر من راوي فيقال منقطع ومعضل. إذن أوسع عبارة من عبارات الدلالة على المرسل أو المعلق أو المعضل أن تقول هذا إسناد ماذا؟ منقطع. لكن عند التدقيق في العبارات
فتستطيع أن تجعل هذا المنقطع على هذه الصور الثلاثة. واتضح بذلك معنى المنقطع ومضان وجود المنقطع إخواني في الله أو الأحاديث الضعيفة. كلما ابتعدت عن الصحيحين والكتب الأربعة أصبحت مظنة وجود الضعيف حاصلة. فمثلا هنا يذكر مؤلفات ابن أبي الدنيا، ونحن عشنا مع مؤلفات ابن أبي الدنيا كثيرا، ووجدنا أن كثيرا من رواياته ضعيفة، إما بسبب الانقطاع أو بأسباب أخرى أو الإعضال أو كل الصور التي تخطر في بالك من أسباب الضعف وجدناها عندما في مؤلفات ابن أبي الدنيا. ولكنه يعني يسامح بسببين: واحد أنه رواها بالإسناد، فبالتالي قالوا من أحالك فقد برئت ذمته. اثنين أنه هذا الذي استطاع أن يقف عليه، وبالتالي هذا الجهد العظيم والكبير هو الذي استطاع إيش أن يقدمه لأمة الإسلام. وكتبها والعلماء كانوا يكتبون لبعضهم البعض، فمن الذي ينتفع بكتب ابن أبي الدنيا؟ كان العلماء ينتفعون بكتبه فيبحثون عن طرق أخرى يعني تؤيد وتتابع الضعف الموجود في أسانيده حتى تجبر. وهكذا أما السنن لسعيد بن منصور فهو كتاب ما زال ناقصا، وطبع طبعا منه قطعة من التفسير، وطبعت قطعة من الطلاق والنكاح والجهاد، وهكذا يجد وقطعة طبعت حديثا في علوم القرآن. ما زال الكتاب ناقصا، ويبحث عنه الباحثون ممن يعتني بكتب التراث والمخطوطات، ومثل هذا يعتبر أصلا لأنه مصدر أصلي يروي الأحاديث والآثار بالإسناد من طريقه، وهو كتاب حافل بالآثار يفرح به السلفي، حيث يجد إفتاءات الصحابة بين يدي مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. بهذا نكون قد شرحنا معنى المنقطع ومعنى المعضل. ودائما إخواني في الله مما يعينك على معرفة الانقطاع في الإسناد هو كتب الطبقات، وكتب الطبقات تعينك من كان في هذه الطبقة من العلماء. ومن أشهر كتب الطبقات كتاب الطبقات للإمام مسلم، وهو مطبوع بتحقيق شيخنا مشهور حسن، طبع في مجلدين وما طبع في مجلد الطبعة الحديثة. ولكن الأوسع من كتاب شيخ الإمام مسلم بتحقيق شيخنا مشهور حسن هو كتاب الطبقات الكبير لابن سعد، وهو مطبوع في 11 مجلدا، وهذا رتب الرواة على الطبقات وعلى المراحل الزمنية وعرف بهم وحكم عليهم وبدأ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كتاب مهم يفرح به طلبة علم الحديث من ناحية أن فيه أحاديث يرويها بالإسناد من طريقه، وآثار يرويها بالإسناد من طريقه، وأيضا حكم على الرجال. فهو كتاب أيضا للمؤرخين والذين يبحثون عن كتب إيش الرجال. وكذلك طبقات خليفة
وهو مطبوع في مجلد. فالكتب إذا إخواني في الله التي تعين على معرفة الانقطاع والاتصال كتب الطبقات. لذا اعتنى الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب بأن كان يقول ويذكر الرواة في الطبقات، والطبقة من خلالها تعرف هذا الراوي في أي طبقة بأمرين. من يعرف ما هما الأمران؟ واحد سنة الوفاة، السن. اثنين، العلو في الإسناد. فقد تجد عالما مات في سنة 200 موجود مع علماء ماتوا في سنة 170. لما؟ لأنه كان عالي الإسناد، فهو قرب بين البعيد والقريب، فأصبح وكأنه مات قديما بسبب علو الإسناد الذي عنده. وقلنا عندما عالج العلماء أيضا الفجوة الكبيرة بين التلاميذ، فقد يكون الشيخ قد عمر فحدث بالحديث اليوم ثم حدث به بعد 50 سنة، فسمع منه تلاميذ في البدايات وسمع منه تلاميذ في النهايات، وكلاهما وبينهما 50 سنة يسمعان من نفس الشيء. فهذا مما يدخل عليك هل هذا فيه انقطاع أم لا، هل فيه إعضال؟ فعالج العلماء هذه النقطة بكتاب ماذا؟ من يعرف؟ كتاب السابق واللاحق، مثل كتاب الخطيب البغدادي. بهذا نكتفي، والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.